الخبر اولي عد عن يارمار وردها الثاني على نورمار. فيارا نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصوره، وبهذه الصوره يا حبايب كانت كاتبه عليها واخيرا حياه جديده مع بدايه جديده، ادعوا لي بالتوفيق وكونوا معي لاني محتاجتكم. من واضح انه يارمار كلش مبسوطه وما زعلانه ابدا على خروجها من الفريق. اما بالنسبه لنورمار فشو رد على الموضوع فهو ما رد تقريبا نقدر نقول، ولكن بس وقت نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات يا حبايب صار يقول بيها انه بعد ما حساب بالانستغرام طار الاول وحساب يارا حاليا حساب قمرت ما طار، ولكن هو الاشخاص صار يقول انه هو كلامه كذاب وان هو ماخذ حسابات الفريق مثل ما سوت يارا لما طلعت بالستوريات قبل شويه وقالت هذا الكلام. وبنفس الوقت يا حبايب نزل ستوريات ثانيه ويعلم من خلالها انه راح ينزل مقطع باكر، وهذا المقطع هو بي بس نيرمين مار ما بي قمر ولا يارا، وهذا الدليل يا حبايب انه قمر مار نسبه كبيره راح تطلع من الفريق. طبعا اكو مصادر خاصه راح توصلني تثبت انه قمر مار راح تطلع من فريق نورمار باكر الصبح راح تكون موجوده، فاتمنى من الكل يشترك بالقناه وفعل زر الجرس اشتركوا بالقناه واستنوا المقطع مع الباكر. اولا كيفكم يا جماعه الخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا كثير مزعوج وكثير محرور لانه يا جماعه هذا بالاخير تعب سنين عم بروح بيوم. من شي شهرين تعرفوا انه انتو راح حسابي كان فيه 1.5 مليون، ومن شي يومين راح حسابي يارا اللي فيه 700 ألف، واليوم انا عم بحلق طلعت من الحلاق بتفاجئ انور عم بقول لي انه راح حسابي اللي هو حساب انور، فبعد شوي بتفاجئ كمان انه حساب قمر راح. ما بعرف مين اللي عم حاربنا او ما بعرف ليش هيك عم بساوي، بس اذا كان عم بساوي هيك لحتى يحطمنا وما نكمل ان شاء الله تلاقي يوم بحياتك ما تلاقيه من كتر سوقه. وإذا كنت عم تعمل هذا الشيء حتى تاخذ الحسابات وتبيعها وتسترزق ان شاء الله تصرف هالمصاري على صحتك، لانه هذا تعب. واذا بالاسلام بيقولوا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، يعني انه هي شغله كثير كثير عظيمه انه انت تقطع رزق بحدا. بعدين هذا تعب يا جماعه، بعيد عن الرزق هذا تعب. انا صار لي مثلا بحسابي شيء 3 سنين 4 سنين، قمر مثلا صار له سنة ونص، يارا صار له 1.5 سنة، انور صار له 2 سنين، فهذا كله تعب عم بروح على الفاضي. انا ما بعرف ليش هيك عم بصير، بس اللي بعرفه انه انا عرفت الانستغرام كثير لدرجه كبيره، مشتي هيك اتركه ما ارجع افوت له ابدا ولا اهتم فيه ابدا، لانه جد يعني تعب سنين عم بروح كله على الفاضي. كل المطلوب منكم يا جماعه دعواتكم لحساب قمر، دعواتكم لحساب قمر ويارا وانا اخر شيء يفون، بس مو يرجع حسابات الفريق. انا الحمد لله الله عوضني بحساب تاني. ما بعرف يا جماعه والله انا قرفان الوضع ومخنوم القصه كلها على بعضها، وهيك عم بتشوف نجاحك هيك فجاه بروح، يعني شيء كثير صعب. الحكي مو هون، الحكي انه في ناس اذا كانوا متابعينا وما متابعيني حكيهم مؤذي وبجرح كثير بالنفس. انا ما بعرف ليش، بس ما بعرف ليش عم تحملوني انا كل الضغط. اعتقد يا جماعه هي حمله طيحشين علينا، بس مع هيك نحن مستمرين. الارقام مجرد عدد، بس المحبين مستحيل يروحوا. على كل حال الخير لقدام. بعيدا عن الحزن وبعيدا عن القصه هاي، كل حسابات الفريق طارت الا محمد، فهلا محمد شكله كيف؟ هاي هلو محمد كيفك؟ دور لمين؟ يا جماعه الستوريات يمكن نزلتكم مخربطات، فمشان هيك رجعوا عيدوا الستوريات من الاول بتشوفون مرتبين. في ناس تركوا كل الستوريات وكل الحكي وانتبهوا على شعري وعم بيقولوا لي نعيما، فالله ينعم عليكم جميعا. باي. يا جماعه بكره ان شاء الله في فيديو على اليوتيوب المنتظر اللي بدكم تشوفوه عشان اولاد تينا وهيك، وفي كمان مفاجاه فيه، فخليكم جاهزين بكره على الساعه 4 ان شاء الله. اليوم احسن ما انتجوا هيك بتنزلوا بكره على الساعه 4 قناه الاساسيه، خليكم جاهزين. يا جماعه واليوم صبا عم نعمل شيء، كده صورك عم نعمل شيء راح تشوفوه يوم الجمعه بقناه محمد اللي هي قناه الجلادين يوم الجمعه، راح تشوفوني هناك كمان. حلو عظيم، انت لا اكل هم حسابك ولا شيء، ليك عم ياكل ولا كاني رايح حساب. اه احلى شيء ابوك ما شغلك دليفري، ايش حسابك طاير حبيب؟ طايرها انا ما حسابي طاير، ما حسيت اكل لك ولا كاني في. وبصراحه حبايب وصلت المقطع حبايب مثل ما قلت لكم باكر راح يوصل الخبر الاكيد، فاتمنى من الكل يشترك بالقناه ونحاول نوصل المقطع اكبر عدد ممكن من اللايكات والاشتراكات. وبس مع السلامه.